هذا هي نتارة الفضة، لاحظوا اللون الشفاف، اللون الشفاف لنتارة الفضة، أضعوا فيها سلك من النحاس داخل نتارات الفضة وأتركوها لمدة معينة. هذا اللحظة، هذا السلك من النحاس داخل نتارات الفضة وأتركه لمدة بعد حوالي دقيقتين انظروا كيف بدأت يترسب الفضة على سلك النحاس. لاحظوا هنا الفضة على النحاس، لقد هناك كذلك عينة أخرى، هذه الآن هنا لاحظوا كيف بدأت تترسب الفضة على النحاس. هذه العينة مدة العملية أو تجربة أجريناها منذ حوالي ساعة، وهذه لمدة كذلك لديها حوالي ساعة ونصف. لاحظوا كيف تترسب الفضة. أما هذه فهي لدينا هذه عندها أكثر من 12 ساعة. لاحظوا كيف بدأ اللون يظهر، اللون الأزرق بعد مدة طويلة يبدأ اللون الشفاف يتغير إلى اللون الأزرق، ونلاحظ ترسب معدن الفضة على سلك النحاس كما نلاحظ هنا، الفضة مترسبة.